مساء الخير أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من برنامج لقاء على الهواء. لقاؤنا دائما بيتجدد بمشاهدتكم ومتابعتكم لنا. أكيد خلينا نقول النهاردة تعال نمشي وراء أهدافنا، تعالوا نمشي وراء أحلامنا ونكرس كل طاقاتنا الإيجابية لجلب السعادة وتحقيق طموحاتنا في مجال التنمية البشرية وما يخص تأهيل الشباب وتدريب الشباب لسوق العمل. ده اللي هنشوفه النهاردة، وبإذن الله أنا بقول إنه الحلقة اليوم حتكون حلقة مميزة إن شاء الله بإذن الله بحضور ضيفي اللي منورني في الاستديو، كوتش طارق تاور، مدرب أو رئيس مجلس إدارة مركز غانج، وكوتش أفراد ومؤسسات ومدرب مدربين استشاري الكايزن لتحسين المستمر ومساعد المشرف العام للتنمية البشرية بجريدة التنمية المستدامة بمصر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، وأنا سعيد جدا بهذه الاستضافة، وأكثر السعادة هنا في الصحة والجمال وفي برنامجك الجميل إن شاء الله. يا هلا وسهلا بك كوتشي طارق. في البداية خلينا نتكلم عن مركز غانج والدور الكبير اللي بيلعبه مركز غانج لتدريب الشباب وتأهيل الشباب لسوق العمل. وانتوا كمدربين التنمية البشرية دائما بتعملوا على انا بقول جلب السعادة، انا بسميكم بتجلبوا السعادة، بتزرعوا روح الإيجابية للشباب وتأهيل الشباب. جميل، سعيد صراحة بهذه الاستضافة. وكما تفضلتي، التنمية البشرية هي مهمة جدا. تمام. وأنا بقول مصر لها فضل كبير جدا علينا، لأنه أنا تدربت على يد إبراهيم الفقيه، دكتور إبراهيم الله يرحمه. وفعلا بعد أنا أخذت الدورة اللي هي كانت عام 2006. تمام. بعد ذاك رجعت إلى السودان وأسست اللي هو مركز غانج المتخصص لتدريب وتأهيل المدربين. طبعا غانج هو عالم بتاع التنمية البشرية. أيوة أنا برضو كنت حسألك. أيوة. يعني اسم غانج ده سبب التسمية اللي هو بيهتم بأنه نظرية سلوكية تغير سلوك الإنسان. أوكي. خاصة للمدرب والمعلم. جميل. على هذا الاسم سمينا المركز عشان هو متخصص لتأهيل وتدريب المدربين. والجزء الثاني زي ما أنت تفضلتي اللي هو تأهيل الشباب. جميل. لسوق العمل. جميل جدا. يعني الآن العالم ماشي في إكساب المهارات أكثر من الشهادات. بالتأكيد. يعني ممكن الطالب يتخرج والشاب عشان يبحث عن العمل لابد أن يكون لديه مهارة أو قدرات أو بنقول على جدارات، هذه لا تأتي إلا من خلال التدريب والتأهيل. فبالتالي كان الاسم إنه نهتم بهذه الشرائح المهمة. يعني تمام. صراحة يعني عمل جميل جدا، كونه إنه يعني إحنا نأهل الشباب اللي هم بيكونوا محتاجين لمثل هذه الدورات. طبعا. والتدريبات. كنا برضو عايزين يعني تعرف المشاهد مركز غانج، الموقع الاستراتيجي لموقع لمركز غانج وين هنا في مصر. جميل. طبعا الان بدينا شراكات ما بين المراكز في السودان ومراكز في جمهورية مصر العربية، وانا هنا بشكر صراحة كل المدربين التنمية البشرية هنا في جمهورية مصر، وهم اصدقاء وزملاء في هذا المجال. الان بنباشر عملنا هنا في فيصل، طبعا محافظة الجيزة اول فيصل، بالتعاون مع شركة الدليل للخدمات الدولية، وفتحنا فرص صراحة لكل الشباب يعني بلا استثناء. تمام. ونهتم خاصة في هذه المجالات. ما عايزين يعني ما عايز أقاطعك كوتش طارق، إحنا معانا صور على الشاشة، يا ريت تعرف المشاهد إنه صور كانت من مركز أو من مكتبة الإسكندرية في مؤتمر. نعم. الشباب للتنمية البشرية باستخدام التكنولوجيا. أيوة. الكلام ده صح. كان 2006 2014. جميل. قبل 6 عام، وسبحان الله هو نفس اليوم اللي هو الليلة يوم 8 ديسمبر تقريبا. يعني وكان انت نفس بتحتفل. أيوة يعني سبحان جدا. الله الليلة نحتفل بالذكرى اللي هي لمدة 6 عوام. كنت ممثل. نعم. جميل. كنت ممثل السودان.
ايوه، ممثل للسودان في مكتبه الاسكندريه، كان هو مؤتمر لكل الشباب في الدول العربيه اللي هو من 22 دوله، جميل جدا. وانا كنت ممثل السودان انذاك، وكان في احتفال كبير في مكتبه الاسكندريه، والتقينا صراحه بعدد من 44 شاب من كل الدول العربيه، وكان في اثنين من الشباب في كل دوله. تمام. والليله هو الذكرى بتاعته، حتى في صوره انا كنت مدير للجلسه بتاعه التنميه البشريه في عدد من الدول من مصر. عندنا على الشاشه. ايوه، من ليبيا. خلينا نقول كوتش طارق انه مصر معروفه دائما هي راعيه لمثل هذه الاحداث. طبعًا يعني طبعًا. ايوه، احنا دائما بنرجع صوت الشكر. برضو حنتكلم عن نتحدث عن القدرات الاستثنائيه. جميل. وكيف اكتشافها؟ ايوه طبعا، ده مجال مهم جدا. جميل. ونحن بنقول انه الطالب او الشاب، الانسان بيكون له قدرات وله مهارات، لكن تحتاج الى اكتشاف. جميل. الاكتشاف لا ياتي الا من خلال التدريب والتعلم. جميل. فبالتالي عندنا قسم خاص في انه كيف نكتشف قدرات الطلاب في مراحلهم الاوليه. جميل. وكذلك الشباب في مرحله سوق العمل. فالان حتى برضو هذه الايام لدينا دوره اسمها المدرب الصغير، ودي اللي احنا هي برضو أيوة. احنا برضو عندنا فيديو بيلخص لنا مجموعه شباب اللي هم أيوة. المدربين الصغار الصغار اللي هم لسه بيأهلوا نفسهم. نعم. يعني لقدام احنا نستند على ناس مؤهله من السوق. أيوة. أيوة. فبرضو معانا الفيديو ده على الشاشه. خلينا برضو نتكلم كوتش طارق عن المدرب. جميل. مدرب التنميه البشريه في الخطوه الاولى نحو نعم. التدريب. جميل. وما بعد التدريب من اكتشاف الثقة. الثقة. تمام. والخطابة ومواجهة الجمهور. يعني في البداية. أيوة. في أي حد طبعا بيكون خايف، أنا ما بقدر أواجه. صح. ما بقدر أقيف قدام. صح. شخص معين. أيوة. بس أول ما يدخل الدورة دي ويطلع تكتشف أنه إنسان. أيوة. تاني تماما. أيوة. أيوة. فحدثنا عن ذلك. طيب، التنمية البشرية والتدريب بينبني على المثلث. جميل. اللي هو ثلاثة أضلع، ضلع المعرفة. جميل. والسلوك والمهارة. تمام. أكيد بياخد معارف عن ما هو ما هي التنمية البشرية وما هو التدريب، وعندنا حاجة اسمها مسرح المدرب. جميل. بعد ذلك يتغير السلوك بتاعه، الاهتمام بالوقت. أيوة. وضبط الإنسان سلوكياته. هنا بينعكس على المهارة في كيف تواجه الجمهور، كيف تكتسب اللي هي صيغتك تكون عالية. أيوة. فأول خطوة اللي هي دورة تدريب المدربين. يعني اللي احنا هي نقول التنمية البشرية ما. أيوة. يعني تأهيل الشباب لسوق العمل فقط، بل 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 مجالات أخرى كلها. مجالات. أيوة. أخرى وبناء الثقة النفسية لكل شخص. أيوة. يعني جميل. كلام جميل جدا. عايزين نتكلم عن مصر، أسهمة مصر في التنمية البشرية للدول الأخرى. طبعا، يعني نحن بنقول مصر هي يعني فعلا هي أم الدنيا. جميل. لما نقول أم الدنيا، هي صراحة نحن زمان كان عندنا مقولة في السودان بيقول لك بيروت، يعني بيروت تكتب ومصر تطبع والخرطوم تقرأ. وأنا من الوقت ده كنت ببحث عن المسألة دي. أنا أول ما جيت مصر كان عام 2000، عام 1992. جميل. فكنا كانت في البحثات التعليمية بتجي مصر. أوكي. ومن الوقت ده كنا بنتعرف إنه والله يا أخ مصر يعني تهتم بمجال الكتاب. أيوة. والتنمية البشرية. فبالتالي عشان كده مصر الآن هي مصنفة من الدول المتقدمة في التنمية البشرية. يعني لو جينا قسمنا في آخر تقرير للتنمية البشرية للأمم المتحدة، مصر بتقع في اللي هو في الدول اللي يمكن مرتفعة في التنمية البشرية، اللي هو الاهتمام بالتدريب والتأهيل وكثرة المراكز. بالتأكيد. والجامعات. والكلام ده. أيوة. هو طبعا احنا شايفينه كلنا على طبعًا. أرض الواقع. أيوة. طبعا. أيوة. أيوة. فده كلام جميل جدا. فعشان كده انا بنحيي كل مدربين التنمية البشرية بمصر، وزي ما قلت لك انه التحية اكيد وتجلى. أيوة. لهم. أيوة. لهم دور. أكيد. كبير جدا، خاصة. أكيد. في افريقيا. انا الان بقول كل الافارقة الان بينهلوا من العلم هنا في مصر داخل جمهورية مصر العربية. أيوة. منبع العلم والمعرفة نقول. طبعا طبعا فعلا. خلينا نقول برضو انه في بعض من الدول لديها موارد. نعم. بل تنقص لديها البشرية. جميل. ايوه، بس بتنقص الموارد استغلالها. ايوه. فمع ذلك يعني على سبيل المثال اليابان. جميل. أيوة. أيوة. هي دولة لها متطورة. أيوة. أيوة. بس لديها يعني عندها شح في الموارد، مع ذلك في تطور. أيوة. كبير. جميل. جدا. هل ده استغلال الإنسان بطريقة؟ طبعا، يعني نحن لو جينا صنفنا الدول المتطورة. تمام. والدول شوية المتأخرة،
نحن نقول دولنا كلها عندها موارد طبيعية، جميل، لكن تنقصنا اللي هي تنمية العقول وكيف بناء الإنسان في قدراته عشان نفجر هذه الطاقات. جميل. اليابان زي ما ذكرتي هي دولة متطورة ما عندها موارد، يعني ليس لديها موارد طبيعية ولكن جميل. لديها اهتمام بقدرات الإنسان. جميل. وعشان كده اليابانيين عندهم منهجية اسمها الكايزن للتحسين المستمر. جميل. فعندهم معادلة جميلة بيقولك أزرع فكرة تحصد فعل، أزرع فعل تحصد عادة. جميل. أزرع العادة تحصد شخصية، وأزرع الشخصية تحصد مصير. يعني مصير الدولة لو داري أنت تبدأ بتنهض لابد أن يبدأ بالفكرة. أيوة، تنمي التدريب ليس فقط على المعارف ولكن أيضا على إعمال العقل وكيفية نفكر. يعني جميل جدا. عشان كده واحدة من الحاجات بقول نحن الفقر ليس فقر موارد وإنما الفقر في التفكير. أيوة في أيوة. أيوة فدي واحدة من الحاجات، واستغلال الفرص بطريقة أيوة صحيحة. بالضبط كده. برضو في مقولة كل الناس بتستخدمها، أول ما نجي نقول ثروة الواحد بيخد في ذهنه الفلوس والذهب أيوة والبترول والغنى. في حين انه في غنى نفسي وغنى عقلي طبعا، فكيف نفسر هذا؟ جميل. طبعا الانسان ده بنبني على انه لابد انه يفكر. نحن عندنا مشكله في انه ما بنفكر الا اذا وقعنا في مشكله. جميل. فلكن لابد ان نفكر في انه كيف مستقبلنا، وده بقودني الى انه هنالك دورات مهمه، يعني مثلا دوره التخطيط الاستراتيجي الشخصي. جميل. مفترض كل شخص يدخل هذه الدوره. جميل. يفكر ماذا هو بعد 15 عام أو يعني بعد 10 أعوام استراتيجية. أيوة. للأعوام القادمة. بالضبط كده، على أساس أنه أنت تفكر 5 سنوات القادمة. مثلا نحن الآن داخلين عام 2021. جميل. ماذا أنت بعد 5 سنوات من الآن 26؟ أيوة، لابد أن تضع هدف واضح ومراحل للخطة، وهذه تقودنا إلى أهمية إعمال العقل والتفكير. الإنسان لابد أنه يفكر، وهنا بنقول برضو المهارات، وإحنا ذاتنا نستثمر الوقت في التفكير للمستقبل، يعني نعم. ننسى المضى. في أيوة ناس بتفكر أيوة. إنه كانوا مبارح يعيش الماضي. أيوة، فيمكن إحنا بنضيع وقت كبير جدا، لو استغليناه بطريقة كويسة إحنا أيوة. حنلقى إنه استنتجنا ولينا أيوة. أكيد بصمة. وأنا دار أقول للناس اللي بيشاهدونا الآن تمام. كل واحد يسأل نفسه، لابد أن يكون اليوم أفضل من أمس وغدا أفضل من اليوم. وهذه معادلة، إذا كل واحد فينا إذا اليوم أصبح أفضل من أمس وبكرة أو غدا أفضل من اليوم، كده الحياة تمشي. جميل. لكن لا نبكي على الماضي. كثير من الناس يبكون على الماضي. أيوة. يفتكر إنه الماضي هو أفضل من الحاضر. طبعا، والماضي الماضي أيوة. يعني المستقبل أيوة. هو جميل. أنت الذي تغير كل أيوة. حاجة. أنت اللي بتغير كل حاجة. يعني الحاجات اللي مضت في ناس كانت وراك أيوة العمل. تكون عبرة. أيوة، فحاليا ممكن. أنت في الوقت أو في المكان المناسب صح. عشان أنت تصنع أو تعمل الأحسن والأفضل. أيوة. أكيد. أنا أقول لك حاجة أستاذة روزينا. تفضل. الإنسان ده بيمر أصلا الحياة كلها مشاكل. مراحل. والحياة ذاتها دائما بقول لك المتعة في استخدامك في الجمال والحياة والصحة، لو ما تخطيط العقبات ما حدوك طعم النجاح. بالتأكيد. عشان كده الحياة دي كلها هنالك إشكاليات، لكن يجب علينا أن نفكر ما يسمى بالتفكير خارج الصندوق، إنه نحن نفكر بطريقة مختلفة. جميل. ودي بتقودنا في إنه الإنسان لازم يكون عنده مهارات. أيوة. والمهارات بتنقسم لنوعين، في مهارات اسمها السوفت سكيلز اللي هي المهارات الناعمة، والمهارات شنو الصلبة. الصلبة. فالإنسان لازم يكون عنده مهارة صلبة ومهارة ناعمة. جميل. يعني هسه مثلا ما شاء الله انتم في القناة هنالك مهارات صلبة موجودة، وفي مهارات ناعمة بتأكيد. اللي هي التعامل الجميل والعلاقات الممتازة، وافتكر دي حاجات كويسة تقودنا الى حياة جميلة يعني وفيها صحة وفيها جمال. يعني معانا اتصال، معلش كوتشي طارق، نستقبل المكالمة وأكيد حنتواصل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلا أستاذ جبريل عبد الله. نعم، أهلا وسهلا. رئيس اتحاد طلاب الأفارقة من دولة تشاد، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك يا أستاذ، انت منورنا وسعيدين بالمكالمه بتاعت حضرتك، اتفضل. الله ينور عليك. الله يخليك يا رب. معك كوتش طارق، لو عندك اي اسئله اتفضل، احنا بنسمعك. تمام، اتفضل. اتفضل استاذ جبريل. طبعا اولا انا يعني سعيد جدا ان
خليك بعيد معلش من التلفزيون عشان نسمعك بوضوح أستاذ جبريل، معلش احنا بنسمعك، اتفضل. الو، ايوه احنا معاك أستاذ جبريل، اتفضل احنا سامعينك، بس خليك بعيد من التلفزيون عشان نسمعك بوضوح. تمام ان شاء الله، اتفضل. طبعا ايوه احنا بنسمعك، اتفضل. احنا بنتأسف جدا، انقطع الاتصال مع استاذ جبريل، رئيس اتحاد طلاب الافارقة بجمهورية مصر العربية، ممثل لدولة تشاد. احنا شاكرين ومقدرين لحضرتك، ما انه احنا كنا عايزين نسمع لو في اي استفسار او سؤال لكوتش طارق. نرجع لك من جديد كوتش طارق، وعايزين برضو يعني انا بفتكر انه ما سؤال توجيه. في ناس بتخاف من النجاح، تمام، وبرضو يعني نقول ما بقول بيستخسروا، بس بيخافوا من النجاح في نفس الوقت، هم بيستخسروا او بيحسوا انه الحاجه دي ما مناسبه لهم. فالناس دي احنا نوجهها كيف عشان تكون عندها ثقه في 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 طيب فعلا يعني انا داير اقول شنو، النجاح حاجه عظيمه، اي انسان لازم انه يكون ناجح طبعا، اي انسان بحب انه يكون متميز، جميل، واي انسان بحب انه يكون ايجابي، بالتأكيد. الثلاث صفات دي محتاجة لجهد. يعني عندنا حاجة اسمها ما يراه الناس في جبل الجليد هنالك مشقة وتعب، والإنسان ما يخاف من الفشل، بالتأكيد. فأنا دائما قاعد أقول الفشل هو يعني خطوة للوصول للنجاح. أيوه. نحن دائما ما في إنسان فاشل، ولكن هنالك محاولات فاشلة. تمام. فتوماس أديسون لما اكتشف المصباح عمل محاولات كثيرة، جميل، يعني ما يئس، ما كان حصل له نوع من الاكتئاب والقلق، ولكن في النهاية واصل في عملية اللي هو تخطي العقبات حتى حقق النجاح. فالنجاح هو حاجة كويسة، فنحن لابد ان نفكر بصوره كويسه. انا دائما اقول خدت الفكره، والفكره زي ما بيقولوا انه الفكره ما بتموت. أيوة. بس انه احنا نكون عندنا يعني الواحد يكون واثق بنفسه، ويكون عنده ايمان طبعا في ربك، دي حاجه لابد منها. فاكيد احنا كلنا حنصل لطريق النجاح. أيوة. وما من اول خطوه او من اول طبعاً. تجربه. أيوة. انت اديتها تم الفشل، فانت تقول هنا لا خلاص انا صح. ما جدير بالحاجه دي. في التدريب بنقول لهم الانسان ما يستعجل للنجاح والشهرة، بتأكيد. بتجي اللي هي بالتدريج. أيوة. وبالممارسة. أنا عندي نظرية اسمها نظرية تمام، دائما قاعد أقول للمدربين ركزوا على التغنية والمبادرة، جميل، الإنسان يكون مبادر، والإعلام، ثم الميم الأخيرة اللي هي الممارسة. فإذا أنت طبقت هذه النظرية تمام، بتكون تمام وبتحقق النجاح. يعني فهذه أشياء كثيرة جدا. طبعا نحن بنبني التنمية البشرية دائما على النظريات. أيوة. اسمها نظريات التعلم. جميل. فكيف أستفيد من هذه النظريات في أنه كيف أطبق على أرض الواقع، تحويل. أيوة. المعلومة والمعرفة إلى مجال مهاري، وهذا لا يأتي إلا من خلال الممارسة ومن خلال التطبيق العملي. بالتأكيد. نعم. بالتأكيد. كوتش طارق كمدرب تنمية البشرية، كيف ترى تقرير الأمم المتحدة للدول، كل الدول العالم، كل الدول العالم؟ أو أيوة. إحنا فين من التنمية البشرية كدول إفريقية ودول عربية؟ جميل. طيب أنا هنا ممكن أشكر الإخوة في جريدة أخبار التنمية المستدامة. جميل. هنا بجمهورية مصر العربية، الدكتور مصطفى، تحية وتقدير، وكذلك دكتور حسام. أنا مشرف معاهم في مجال اللي هو التنمية المستدامة. صراحة طلعت على آخر تقرير اللي هو عام 2019 و2020 لكل الدول العالم، فصنفوا الدول إلى 4 أقسام. في دول ذات تنمية بشرية مرتفعة جدا، وفي دول تنمية بشرية مرتفعة، وفي دول متوسطة، وفي دول منخفضة. يعني مصرف من الدول المرتفعة في التنمية البشرية. في التنمية البشرية. ايوه، يعني يمكن اول دولة النرويج. انا كنت زمان بفتكر يعني مثلا الولايات المتحدة الامريكية هي الاولى. ايوه. فوجدتها هي رقم 15 بعد بحوثات. ايوه. ايوه لقيت في دول اعلى، اللي هي مثلا عندك النرويج. اوكي. ايرلندا، اللي هي سويسرا. جميل. لانه مقياس التنمية البشرية في التقرير بينبني على معدل وفيات الاطفال. تمام. بينبني على التعليم. يعني كل 1000 من الاسرة في التعداد السكاني. جميل. كم منهم اطفالهم في التعليم، في سن التعليم. ايوه، احنا كدول افريقيه صراحه عندنا مشاكل، لكن بقول والله الان في نهضه ماشيه بصوره كويسه. أيوة. في دول الان بدات تنهض، اهتموا بالتعليم. أيوة. اهتموا بالتدريب والتنميه البشريه. ف
فأصبح التقرير يعني في تباين. بالتأكيد. وده أنا هنا بوجه لكل الناس المسؤولين، ومسؤولية مشتركة صراحة، ليس فقط بين المواطن والحكومات. أيوة. أكيد يعني دارين الأسرة تهتم بالتدريب أيضا، يعني التدريب والتعلم ليس فقط في مرحلة التعليم. أيوة. إنما في مرحلة التعليم يكون في تعلم، في تعلم وتدريب مع. أيوة. بعض. يعني دائما بقعد أقول يا جماعة، ما في فئة عمرية لمسألة التعليم. مفروض الإنسان، الرسول عليه السلام ذكر قال أطلب العلم من المهد إلى اللحد. فالإنسان لابد أنه يتعلم في كل فئة عمرية، يعني وعندك المقدرة. فعشان كده دي دعوة لكل الناس يتعلموا، الأب في البيت يتعلم، ربة المنزل لازم تتعلم. حتى المهن البسيطة زي ما قلت. أيوة. إنه يعني حتى المهن البسيطة بتساعد في 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 بتساعد في الدخل اليومي للأسرة. أيوة. والاقتصاد. أيوة. برضو بيعمل على رفع الاقتصاد. طبعا. فأكيد. أيوة. لو أي واحد فينا يتعلم حرفية معينة بيقدر بيساعد ويدعم نفسه من غير. طبعا. ما طبعا. أيوة. يعني هسه لو ملاحظة مثلا هنا في مصر ما شاء الله المجتمع شاء الله. كله منتج، يعني تلقى إنه الأطفال بيمشي مع الأب الكبير بيحاول يشتغل معاه ويعرف كيف يتمرس. أيوة. دلوقتي إحنا لو أنا رايحة مكان أشتغل أقدم شهاداتي ما بيسألوني من المؤهل، بيسألوني من المهارة. المهارة. أيوة. أيوة. بيسألوني من الخبرة كم سنة طبعا، فكل ما اكتسبنا الخبرة من إحنا صغار أكيد, أكيد إحنا أكيد حنجيد أكيد الحاجة بطريقة. أيوة. كويسة. طبعا آخر الشركات الآن، آخر التقرير كان طلع في عام 2019، يعني مثلا أكبر الشركات جوجل وسوني وأريكسون ذكروا إنه ما بيعتمدوا الشهادة من البداية، وإنما اعتماد المهارة. طبعا. أول شيء اختبروك، يعني يختبروك قدام الكاميرا، يختبروك قدام الحاجة اللي انت بتشتغل عليها. جميل جدا. اجدتها ممكن بعد ذاك يشوف الشهادة. يعني أيوة. زمان كان الناس بتفتكر انه انا خريج اكسفورد، انا خريج بعرف بتأكيد ايه. بتأكيد. فالمسألة الان اصبحت الشهادات، لانه الشهادة المهارة والجدارة والكفاءة، دي الثلاثة مصطلحات مهمة جدا. بتأكيد. لكل من يشاهدنا يركز فيها، ما هي الكفاءة التي تمتلكها وما هي الجدارة. أيوة. وما هي المهارة. كلام جميل. ودي الحاجات معنى ذلك أنه إحنا ما نأخذ الشهادة الجامعية ونقول. أيوة. خلاص إحنا متعلمين. لا، إحنا أكيد محتاجين تأهيل وتدريب عشان إحنا نقدر نكون قدر المسؤولية طبعا. فدي. أيوة. حاجة طبعاً مهمة جدا جدا لكل الشباب. أكيد اللي في ناس طبعا بتخط المعتقد ده أنه أنا تخرجت خلاص. لا لا. فما حروح أبحث. لا، في ناس يعني بيكونوا بكالوريوس حتى درجة الدكتوراه، فبتلاقيهم بعد كده في كمية كبيرة من الدبلومات. صح. اللي. أيوة. عملوها طبعا. ده ما عشان فراغ، أو بل ده بيأهل نفسه أكثر وأكثر. بالضبط يعني. كده يعني أنا دائما قاعد أقول خريج الجامعة حتى لو عملت دراسات عليا، ما لم تتدرب وبالممارسة وبالمعايشة. يعني أنا مثلا أنتوا في الإعلام، حتى لو خريج إعلام، عشان أبدأ أمارس عملية الإعلام سواء كان في التصوير أو المونتاج أو الإخراج أو أيا كان شكل الوظيفة، لابد أن يعني مثلا عندك هنا ما شاء الله التريننج، مثلا الواحد يجي يكون متعاون ويجي يعني يطبق. جميل. إذا طبق بعد ذاك شنو؟ المهارة بترتفع مع المعرفة أصلا هو جايبها من الجامعة. صراحة يا كوتش طارق، أنا يعني كنت متمنية إنه الوقت اسنح لنا أكثر، بس للأسف إنه إحنا على مشاريف الختام. فإحنا عايزين يعني الناس الحاليا في سوق العمل الشباب، عايزين كلمة قصيرة للشباب وبعد كده إن شاء الله حنختم. جدا. رسالتي للشباب، اعتمدوا على نفسكم. جميل. زيدوا من الثقة بالنفس، بالنسبة إنه أنت قادر، you can do it، تقدر تعمل الحاجة. وركزوا على التدريب. جميل. وعلى الحرفة، أتقنوا عملكم وحبوه، ممكن تحقق نجاحاتك في سوق العمل. أنا شاكرة ومقدرة لحضرتك، كنت ضيف عزيز علي كوتشي طارق تاور. أعزائي المشاهدين، هنا كن وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم. استنونا الأسبوع اللي جاي حلقة جديدة وضيف جديد. إلى اللقاء.